بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم. بداية أود أن أشكر الدكتور معالي الدكتور مهند مبيدين وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة على هذا اللقاء وعلى التقائنا بزملائنا من كافة وسائل الإعلام للحديث عن وزارة العمل، سواء فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل أو التحديات التي تواجه وزارة العمل، وكذلك الإنجازات التي قامت فيها وزارة العمل انطلاقا من مهامها بتنظيم سوق العمل ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل للأردنيين سواء داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تسجيل نقابات العمال وأصحاب العمل وتوفير فرص العمل للأردنيين، وكذلك أيضا المشاركة في والمشاركة والتنسيق مع المنظمات الدولية وأيضا منظمات المجتمع المدني. ستكون محاور اللقاء معكم نبدأ فيها بتطوير التشريعات. سنتحدث بالمحور الأول فيما يتعلق بتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل. أيضا المحور الثاني سيكون عن التفتيش والسلامة والصحة المهنية، والمحور الثالث علاقات العمل والمفاوضات الجماعية، رابعا خدمات التشغيل والتوجيه المهني، ثم تمكين المرأة اقتصاديا وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية. فيما يتعلق بتطوير التشريعات، جميعنا بنعلم أنه تم تعديل قانون العمل وصدر تحت رقم 10 لسنة 2023، كان الهدف منه المزيد من تنظيم سوق العمل وكذلك المزيد من توفير الحماية للعمال وتنظيم تشغيل أو الوساطة في تشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها. وإذا نطلع على أهم ملامح التعديلات اللي وردت في قانون العمل، كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين بالعمل فيها. أيضا إصدار تعليم أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل اللي بتصدر عن وزارة العمل. تم إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضا صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة وحظر التمييز القائم على أساس الجنس. بالنهاية كان في أيضا تجديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50 إلى 100 دينار، وسقفها كان 100 دينار أصبحت 500 دينار. هاي أهم التعديلات اللي وردت في قانون العمل. لما بنطلع على الأنظمة اللي صدرت في 2023 من قبل وزارة العمل، بنلاحظ مدى الاهتمام اللي أصبح أكثر من الأول في موضوع السلامة والصحة المهنية، لما له أثر إيجابي على العامل وعلى صاحب العمل. فصدرت ثلاث أنظمة من قبل وزارة العمل، وهو نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات. بمقتضى هاي الأنظمة أيضا صدرت تعليمات عن وزارة العمل، تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي، تعليمات تقييد المخاطر، تقييم المخاطر في مجال أو في بيئة العمل، وتعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات اللازمة للوقاية منها. بالإضافة إلى هذه التعليمات صدرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضى وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً. وأخيراً تم اعتماد أسس سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل، وأعداد الدليل الاسترشادي والإرشادي لأصحاب العمل فيما يتعلق حول بيئة عمل آمنة وصحية للعمال. هذه من التشريعات اللي صدرت والأسس والأنظمة، لكن الآن في لازال عندنا تشريعات قيد الإجراء في وزارة العمل. نبدأ بنظام العمل المرن. نظام العمل المرن صدرت المسودة الأولية لهذا النظام، تم مشاركة كافة الجهات المعنية بخصوص هذا النظام للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات. الوزارة اليوم بصدد الاطلاع على هذه الملاحظات والأخذ بما هو لازم أن يؤخذ به،
وإعداد المسودة النهائية للنظام ورفعه لمجلس الوزراء للسير في إجراءاته حسب الأصول. أيضا هناك مشروع نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل وخارج الأردن، مشروع نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين من خلال مزودي الخدمة. هذين النظامين الآن تم رفعهم لمجلس الوزراء وتم إحالتهم إلى ديوان التشريع والرأي ليتم عرضهم على اللجنة القانونية للسير في إجراءات أيضا إصدارهم. نحن الآن في دراسة لمسودة تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات وتعليمات الفحص الدوري للعمال في المؤسسات. لو ذهبنا نروح للمحور الثاني وهو التفتيش والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل. في عام 2023 تم التفتيش على 29,300 مؤسسة، وإجراءات التفتيش كانت من كافة النواحي اللي هي حتى نحاول قدر الإمكان إنه نكون بقانون العمل، إنه يكون صاحب العمل مطبق لقانون العمل، سواء من خلال أجور العمال أو حماية العمال، السلامة والصحة المهنية، عمالة الأطفال. هذه كل الإجراءات كانت تتم من خلال التفتيش وأيضا الالتزام بالسلامة والصحة المهنية. عدد المخالفات كان 5,681 مخالفة. عدد الشكاوى اللي وردت للوزارة كانت 13,341 شكوى، تم معالجة 91% من هذه الشكاوى. العدد اللي تبقى من هذه الشكاوى هي اللي ورد للوزارة في آخر الأشهر السنة، وبالتالي لابد من إنها تمشي للأشهر القادمة حتى يتم حل هذه الشكاوى. أما علاقات العمل والمفاوضات الجماعية فتعاملت الوزارة مع 50 نزاع عمالي، تم حل 41% منهم من خلال التفاوض المباشر، وتم عمل عقود عمل جماعية عددها 46 عقد عمل جماعي. أما فيما يتعلق بخدمات التشغيل، وهذا هو الشغل الأهم والشاغل للوزارة، خلينا نبدأ بالبرنامج الوطني للتشغيل. البرنامج الوطني للتشغيل هذا البرنامج موجه لفئة مستهدفة من 18 ل40 سنة، العمر المستهدف من 18 ل40 سنة. شرط أنه يكون 7% من هذه الفئة المستهدفة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، و35% من هذه الفئة هي من الإناث. هي بسجل عنا الطالب الوظيفة بسجل من خلال البرنامج وبلغ فيهم، وأيضا المؤسسات والشركات بتسجل في هذا البرنامج لغاية استخدام الباحثين عن العمل أو العاطلين عن العمل. الدعم اللي بتقدمه الوزارة بتقدم دعم 150 دينار من أجر العامل لمدة 6 شهور، وأيضا 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير بدل ضمان اجتماعي للعامل. هو الأصل كان أنه ينتهي في نهاية العام الماضي لكنه تمدد لـ 2025، وتعمل الوزارة حاليا على إعادة هيكلة البرنامج حتى نقدر ندخل أصحاب عمل جدد يقدروا يستفيدوا من هذا البرنامج. عدد عقود العمل اللي تم إبرامها من خلال هذا البرنامج كان 33,000 عقد عمل، منهم 17,205 للإناث. منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ عددهم 2,308 منتفعين استفادوا من هذا البرنامج، منهم 1,116 من الإناث. عندنا أيضا منصة أخرى للتشغيل وهي منصة سجل. هذا بيتم التشغيل من خلال مديريات التشغيل الموجودة في وزارة العمل. عندنا باحث عن العمل. الفكرة مش لما نحكي باحث عن العمل لا يعني أنه متعطل، يعني شخص بده يبحث عن فرصة عمل ملائمة. عدد اللي مسجلين في هذه المنصة 224,844. الشركات اللي مسجلة من خلال هذه المنصة 3,635. تم تشغيل 6,077 باحث عن العمل من خلال مديريات التشغيل في وزارة العمل. إضافة لهذه البرامج للتشغيل في عنا مبادرات الفروع الإنتاجية، وهي موجهة للمحافظات اللي فيها نسب البطالة عالية ونسب الفقر عالية، وكيف الآلية إنه نوضع فرع إنتاجي في محافظة يكون قريب من أبناء هذه المحافظة وبيقدروا يوصلوا له بأسهل الطرق. فصدرت هذه المبادرة بإنه بعض المصانع كانت تعمل فروع إنتاجية في المحافظات وتستخدم عمال
اللي هم مواطنين في هذه المحافظة. عندنا اليوم 28 فرع إنتاجي. في 2023 تم تشغيل فرعين إنتاجيات، واحد في محافظة معان والآخر في محافظة المفرق. هذه الفروع بتشغل الآن 8911 عامل من خلال الفروع الإنتاجية، وما زالت الوزارة أيضا في هناك مبادرات ملكية محددة لنا المحافظات اللي بدنا نفتح فيها فروع إنتاجية، وإحنا بنبحث عن مستثمرين لغاية تشغيل هذه الفروع الإنتاجية. أما تسويق الكفاءات الأردنية دوليا، فتم افتتاح المركز الأردني الألماني في شهر 11 من 2023 لغايات تسويق العمالة الأردنية لألمانيا. احنا بصدد توقيع اتفاقية لغايات تشغيل 150 أردني في السوق الألماني، وأيضا 150 أردني تشغيلهم في السوق الأردني بمؤهلات ألمانية معتمدة. وهذا طبعا هناك له إجراءات من خلال هذا المركز، بتم تعريف طالب الوظيفة على الثقافة اللي هو رايح إلها، بده يتم لابد من تعليمه اللغة الألمانية لأنه في ألمانيا بيشترطوا إتقان اللغة الألمانية حتى يطلع، وأيضا التدريب المناسب إله حتى يقدر يلاقي فرصة عمل. أما بدي أرجع بس للفروع الإنتاجية، إنه شو بيستفيد هو صاحب العمل أو المؤسسة اللي بيفتح فرع إنتاجي في محافظة من المحافظات. المستثمر ممكن إنه ندعمه رأس مالياً بكلف البناء وأيضاً في البنية التحتية. إضافة لذلك عند تشغيل الأردنيين بتم منحهم 50% من الحد الأدنى للأجور ولمدة 12 شهر، 25 دينار بدل ضمان اجتماعي و25 دينار بدل مواصلات، بالإضافة إلى إنه رح ياخد فترة سماح من دفع الإيجار لمدة 3 سنوات. فهي لابد إنه نوضع حوافز للمستثمر حتى يرضى يطلع إلى المحافظة. نعود للدور كمان رئيسي جدا لوزارة العمل وهو تمكين المرأة. بتعديلات القانون 2019 و2023 تم التركيز ووضع نصوص بتعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل، وجميعنا بنعرف انه نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل قليلة، وبالتالي لابد من انه نعزز مشاركتها، فلابد من وضع نصوص ولابد من تعديل التشريعات حتى نساهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وجاء قانون العمل ليلزم أصحاب العمل بفتح حضانات في منشآتهم وفي مؤسساتهم إذا عنده عمال لديهم 15 طفل فأكثر. بالمقابل أيضا أصدرنا تعليمات لبدائل الحضانات، يعني إذا كان صاحب العمل أو المؤسسة غير قادر على فتح الحضانة وضعنا بدائل للحضانات، إما أن يدفع بدل نقدي للعامل مقابل هذا الطفل بده يحطه في حضانة، أو هو يتفق مع حضانة لوضع هذول الأطفال في هاي الحضانة. عندنا نموذج إرشادي للمؤسسات فيما يتعلق بالأنظمة الداخلية، وإحنا كلنا بنعرف إنه وزارة العمل لازم تصادق على الأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات. فلدينا نموذج إرشادي بتسترشد فيه المؤسسات والشركات لغاية وضع أنظمتها الداخلية. إحنا ضمننا من ضمن النموذج الإرشادي من ضمن هذا النموذج، وطورنا حتى نوضع أحكام خاصة تلزم صاحب العمل في توفير بيئة عمل لائقة خالية من العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين. أطلقنا في الوزارة حملة وعي واعية، كانت المرحلة الأولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى كانت معنية بتعريف المرأة بحقوقها في قانون العمل وأيضا واجباتها، كانت المرحلة الثانية لذوي الإعاقة. وتم إعداد كتيب لحقوق المرأة العاملة في قانون العمل. الأسئلة دائما تيجي لوزارة العمل على العمالة الوافدة، فنتحدث عن تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في سوق العمل. دائما مأخوذ الصيغة الرسمية على العمالة الوافدة. تصاريح العمل سارية المفعول لليوم 2282 1453 تصريح عمل عام 2000 أفراد أشخاص. العمالة السورية ب 2023 أصدرنا 90,000 تصريح عمل للعمالة السورية. نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حملة تفتيشية مشتركة لغايات ضبط المخالفين. المرحلة الأولى، الحملة الأولى كانت من شهر 7 لشهر 10،
تم ضبط 229 عامل وتسفيرهم، 44 قاموا فقط بتصويب أوضاعهم. الآن إحنا عنا حملة قائمة بدأت بشهر 11 وما زالت قائمة حتى تاريخه، حتى للآن تم تسفير 100 عامل مخالف و14 قاموا بتصويب أوضاعهم. هذا فيما يتعلق بتنظيم أو بالعمالة غير الأردنية.